حياكم الله مشاهدي الأعزاء في المناظرة اليومية. من السر إلى العلن سيخرج التطبيع الإسرائيلي الخليجي، هذا ما قاله الوزير الإسرائيلي السابق أيوب قرة في مقابلة أجريتها ضمن برنامج حديث آخر كاشفا خبايا لقاءاته مع مسؤولين في الخليج. هل يصدق الوزير الإسرائيلي حين يقول بأن إسرائيل ستفتح مصالح سياسية وتجارية مع الخليج العام القادم؟ هل بات التعاون الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل والخليج واضحا للعلن بعد زيارات لم تعد سرية؟ أليس قرة مقربا ووزيرا لبنيامين نتنياهو سابقا والذي يعتبر أحد أبرز الوزراء لقاء بمسؤولين عرب في المقابل؟ ألا يبالغ قرة عندما يتفاءل بفتح باب التطبيع علنا مع إسرائيل؟ كيف يمكن للدول الخليجية فتح علاقات دبلوماسية دون حل القضية الفلسطينية؟ ألا ترفض واشنطن بيع طائرات F-35 للإمارات ومصر حفاظا على التفوق العسكري الإسرائيلي؟ نبدأ المناظرة. نحن السنة الجاي على حسب أنا كيف بفكر كل الإسرائيلية يبدوا يعملوا مصالح ويبدوا يعملوا زيارات إن شاء الله مع دول الخليج إن شاء الله. كيف يمكن أن يكون ذلك هو حل القضية الفلسطينية؟ مش حدا هم اليوم دولة الفلسطينية كل واحد بينه وشعبه. هل التقيت محمد بن سلمان؟ سألني السؤال الجاي إذا ممكن، لأنه تأخذوا عليكم تحضرنا فيه كثير أن رئيس الحكومة التقينا فيه وما بنقولش إيه. حول ذلك انضم الينا في هذه المناظره السيد احمد العمله المحلل السياسي الفلسطيني، مرحبا بك. ودكتور ايدي كوهن الباحث والمحلل السياسي الاسرائيلي. دكتور ايدي، هل يصدق قرر حين يقول بان باب التطبيع العلني سيفتح العام القادم امام اسرائيل وان اسرائيل ستفتح مصالح سياسيه وتجاريه مع دول خليجيه؟ يعني انا قلت هون على هذا المنبر اكثر من مره، التطبيع خلص يعني بطل فيه بالتطبيع سري، الآن تطبيع علني يعني تدريجيا لحتى ما تكون صدمة كبيرة للشعوب. عم نشوف الوفود الرياضية، عم نشوف الطائرات بتطلع من مطار بن غوريون وبتوصل لأبو ظبي لدبي، وشفنا رئيس الحكومة بسلطنة عمان، وشفنا ونسمع وزير الخارجية البحرين كيف يؤيد الدولة الإسرائيلية ضد إيران، شفنا الخليج كله مرعوب من إيران وهو أيضا اليوم في أحضان إسرائيل، الخليج في أحضان نتنياهو. نتنياهو هو يمكن هون عنده مشاكل في إسرائيل لكنه هو ملك الخليج، نتنياهو هو الملك، ملك الخليج بنيامين نتنياهو، كلهم بدهم رضاه ورضى الله. هل يبالغ قرر حين يقول بأن الأمور مفتوحة على مصراعيها في علاقات إسرائيل مع الدول الخليجية سيد العمل، أم أن الأمور طبعًا حقيقية وواقعية؟ طبعًا هناك مبالغة، طبعًا هناك مبالغة، لأنه ما دام إنها مفتوحة على مصراعيها شو السبب اللي مخوفه منهم يتعاملوا بشكل على الطاولة؟ يعني هي أمور تحدثنا كثيرًا وقلنا إنها كعلاقات ممسية مخزية، ولكن يعني عندما يقول الأستاذ إيدي دكتور إيدي إنه بنيامين نتنياهو هو ملك الخليج، أنا أتفق معه، نفس اللون نفس الصبغة. رئيس الوزراء مقدم ضده لإحاد دعوة بالرشا وسوء الإدارة، وهذا ينطبق كثيرا مع هذا الطيف، مع هذا اللون اللي موجود في معظم وطننا العربي. فأنا أصدق 100% ونتمنى أن تكونوا الدولة رقم 23، فأنتم في الطريق الصحيح بهذه القيادة الحكيمة اللي موجودة عندكم اليوم، أنتم في الطريق الصحيح ستكونوا الدولة 23. إحنا بنشوف الانقلاب اللي قاعد بصير على المؤسسات الحكومية اللي في الدولة، سواء المدعي عام أو من الشرطة أو من المحكمة العليا، ما ميزكم عنا لهذا اليوم في النصف قرن اللي فات؟ ما كنتم تصدقون فيه الديمقراطية؟ نأمل أن السيد نتنياهو أن يبقى في الحكم، نأمل أن تبقى هذه المسيرة ماشية، لأنه هذا ما سيدمر. واليوم يأتي الدكتور إيدي كوهن ويتشدق ويقول أنه السيد نتنياهو هو ملك البحرين أو ملك الخليج. أنا أقول مبروك عليك هذه المملكة، ومبروك على هذه المملكة مثل هذا الملك. كل الخليج ما بس بحرين، ما البحرين والخليج. أنا أقول مبروك هذه المملكة عليكم، ومبروك على المملكة هذه الملك. وين القضية باعوها؟ العرب. القضية الفلسطينية هي قضية اللي يقوم فيها شرفاء الأمة سواء في فلسطين أو في الوطن العربي، ما يمثل من تتدعي
من زعامات الوطن العربي اليوم لا يمثلوا الشعوب العربية. القضية الفلسطينية في وجدان كل عربي، كل فلسطيني، كل إنسان قومي موجود القضية الفلسطينية. لا تنتظر الصعقات يا أخي العزيز. نتنياهو صار 10 سنوات الحكم، شو سوى للقضية الإسرائيلية؟ شو سوى؟ شو خص نتنياهو؟ خلينا نحكي هلا عن قضيتكم سيد العمله. طيب دكتور إيدي، الوزير قرة يقول بشكل واضح بانه زار الامارات وكانت زياره تاريخيه، وهو مرحب فيه كشخصيه اسرائيليه، ونتنياهو مرحب به ايضا. قبل شهر انا كنت في زياره لمستشفى هداسه، شهر ونص كنت انا بزياره لمستشفى هداسه، واذ يكون هناك طوق عسكري في داخل مستشفى هداسه، احنا في القدس الغربيه في هداسه هارت صوفين، وكان طوق عسكري ونزلت طائرة وفيها أحد أو إحدى الخليجيات اللي دخلت لهداسة. شخصية كويتية، أنا شخصية والله ما بعرف كويتية، شخصية بجلباب، شخصية نزل الدشاديش كلهن وأجا وتعالجت في هذا. إحنا بنقول شغلة واحدة، كان صحيح أو غير صحيح، صدقا القضية الفلسطينية لم ولن تقوم على الزعماء العرب الموجودين اليوم. القضية الفلسطينية قائمة على الشعوب العربية، قائمة على ابناء فلسطين، ستتحرر بأيادي فلسطينية بأبناء فلسطين. أقول لك شغلة واحدة، من حماس ما فتح. أقول لك شغلة واحدة أستاذ مهند، عم تقتلوا بعضكم أنتم. أستاذ مهند، صدقا لو القضية الفلسطينية تركت للفلسطينيين ولم يلعب بها بعض الزعماء العرب، شايف وين؟ لزمان انحلت القضية الفلسطينية. مين الزعيم العربي؟ ليش ما بتقول؟ لماذا تخاف؟ قول مين؟ لا استاذني. في اسمح لي. الزياد. اسمح لي. احكي مين؟ الأسد. في شاعر عراقي مرة شو قال؟ لا أستثني منهم أحدا. لا أستثني منهم. لما بيبعتوه. لا أستثني. لا أستثني. لا أستثني. أنت تقبض الأموال. لا أستثني منهم. أخذ بالدولار بالشيكل. كل الزعماء العرب بلا استثناء. إما تعاملوا بالقضية الفلسطينية، وإما تعاملوا على القضية الفلسطينية، وكل سوقها من الأسد وإلى أبوه وإلى الأمير القطري وإلى الملك السعودي وإلى كلهم لعبوا بالقضية الفلسطينية. كل شهر بتفعلن 10 ملايين دولار. كلهم لعبوا بالقضية الفلسطينية. وين يا تميم المجد؟ تميم المجد يمكن أحسن من غيره، بكون في المراحل المعينة بكون أحسن، يعني بكون أحسن من غيره، مش لأنه بدفع الدولار، مش لأنه بدفع، لأنه أقل ما فيها بخجل وبدفع. ولكن في ناس اللي لا بتخجل ولا بتدفع. السعودية بتدفع كمان، انت ما بتعرف. السلك الدبلوماسي الفلسطيني ممول. انا بفهم. دكتور ايدي انا بفهم انه انت تاتي دائما وتاخذون المبدا المادي. انا فاهم، انت تذكر الرئيس عباس لما قال انتم الشعب اليهودي شعب مادي، تتعاملوا دائما. مش كل القضايا تحل بالمادي. يعني انا بفهم انه انتم عرف كل الامور او تغدير كل الامور دائما بكل بالنظره الماديه، في امور معنويه قوميه. احنا يهود. طيب سيد أحمد لحظة دكتور إيدي، إذا كان التطبيع مفتوح على العلن وإسرائيل تتعاون أمنيا واستخباراتيا مع دول الخليج، ونتحدث هنا بالتحديد عن الإمارات، لماذا ترفض الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة بيع F-35 الأمريكية للإمارات حفاظا على التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط؟ أول شيء يعني الأمريكان عندهم مبادئ، لا يريدون بيع أسلحة بما فيها الطائرة شبح إلى طواغيت العرب الذين يقمعون شعوبهم، يقتلون شعوبهم. ما بعت لا مصر السيسي ولا للإمارات. الإمارات في عندها مشاكل كتير، هناك اتهامات خطيرة إنه هي انتهكت، عملت جرائم ضد الإنسانية في اليمن. هذا مش مني. كيف بدك تبيع لدولة مشتبه فيها أنه قامت بجرائم ضد الإنسانية في اليمن؟ كيف تطبع مع دولة؟ كيف تطبع مع دولة تصفها أنت على أنها دولة طواغيت؟ الإمارات عندها علاقات خفية مع إيران. الأمريكان خايفين أنه هالطائرة تروح على إيران. أما التكنولوجيا، الإمارات لم تقطع علاقاتها مع إيران، العكس. عندك التجار الإيرانيين، عندك ناس بإيران ساكنين ومبسوطين. طب لماذا تقول بأن إسرائيل تتعاون أمنيا واستخباراتيا مع الإمارات؟ نعم، هناك مصالح مشتركة. الإمارات يعني تلعب على الحبلين مثل ما بيقولوا.
عنده علاقات واسعة مع إسرائيل وعنده علاقات واسعة مع إيران. كمان في لك شغله، دوله عربيه هي دوله غير مستقره. نحن بنعرف كل نعرف الانقلابات، يمكن يكون في انقلاب ويجي واحد متطرف من الاسلام السياسي ويستعمل الاسلحه يعني ضد اسرائيل كما جرى في تونس. رئيس يرفض التطبيع مثلا كما جرى في تونس كما جرى في مصر. طب الا تخشى اسرائيل تحولات دراماتيكيه في الدول العربيه؟ تكاد لا تخلو دوله عربيه اليوم من تظاهرات وكل الشارع يخرج حتى يذكرون اسرائيل ويُنددون بإسرائيل ويرفعون العلم الفلسطيني. لا خلاص، في عندك مظاهرات من العراق ولبنان. هل الدولة الديمقراطية إسرائيل الديمقراطية اللي تدعي الديمقراطية هي في الاتجاه الصحيح؟ هي في الاتجاه الصحيح عندما تكون مع من وصفتهم بالطواغيت ضد الشعوب؟ هل هذا المحل اللي انتم بتكونوا فيه؟ مصالح مشتركه، اذا مصالح امنيه، اذا الغايه تبرر الوسيله. اكيد هذا نهج دوله اسرائيل. اذا الدكتور ايدي يقول انه مش نعمل زواج متعه، الغايه نعمل مصالح. لو الزواج كان في ورقه عرفي، انتم حتى زواج لا، انتم هذه علاقات خفية. انت تعرف يعني علاقات امنية؟ يعني الامارات تعطينا لائحة الارهابيين الفلسطينيين، وانتم شو بتعطوها؟ ونحن بنعطيها معلومات عن الارهابيين يريدون تفجير الخليج. هذه مصالح مشتركة. هذا ليس زواج، هذا ليس فراش واحد. انا بقول شغلة واحدة، الامارات ومصر لو وجدوا المحامي المناسب لتمثيلهم في الولايات المتحدة لكانوا قد أخذوا الطائرات. لو وجدوا محامي مثل دان شمرون وقع معهم وكان هو محامي الإمارات كان أخذ، ولكن للأسف دان شمرون القبض في قضية الغواصات مع ابن عمه. فيجب أنه ننتظر لما يطلع محامي جديد للسيد نتنياهو يمثل بعض هذه هذا. وأنا بوعد الإمارات العربية لو إذا بتجد المحامي الصحيح اللي له مدخل صحيح، انا بتوقع انه ممكن في يوم من الايام تاخذ طائرات F-35. ولا شو الحاجه؟ لماذا الامارات تريد هذه الطائره؟ لا مين بدها تقصف؟ مين تقصف في الامارات؟ ليش مصر اخذت غواصه المانيه؟ لا اعرف الشعب بيموت. ليش في المقابر؟ ليش مصر اخذت من الشركة الألمانية ديسين جروب أخذت غواصة؟ لا مش لأنه كان محامي ديسين جروب السيد ابن عمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي اللي هو الأستاذ دان شمرون أعتقد اللي اسمه مضبوط. فأنا بقول للإمارات نصيحة، يعني ابحثوا عن دان شمرون إذا خرج من السجن أو إذا ما دخلش السجن يمكن تصلوا لاتفاقية. طب هل تغيرت الأمور سيد أحمد بأن باتت بعض الدول العربية والخليجية تستطيع أن تطبع العلاقة مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية؟ اسمح لي أقول لك شغلة واحدة. إحنا بنعرف كلنا أنه من 1948 عندما قامت دولة إسرائيل قامت بموافقة 3 ملكيات. خلينا نتفق على هذا. العرب على فكرة بين قوة. لا. قامت دولة إسرائيل بناء على اتفاقية مع 3 مملكيات. كان في المغرب أو في السعودية أو في الدولة الهاشمية. اتفقوا على انه لابد من اعطاء وطن قومي لليهود. هذا احنا متفقين عليه، واحنا حكينا اكثر من جلسه وصار مستهلك الحديث مستنفذ. اذا قيام دوله اسرائيل كان بموافقه. احنا بنتذكر لما كانت مشاكل الامير محمد بن سلمان عندما خرج علينا رئيس الولايات المتحده ترامب وقال انه اي خطر يشكل على محمد بن سلمان هو يعتبر خطر قومي على دولة إسرائيل. فإحنا متفقين إنه في هنا حبل من مسد، في حبل سري موجود بين قيام الدفاع الأول. سيد أحمد، خط الدفاع الأول للفلسطينيين كانت الدول العربية. اسمح لي أقول لك شغلة واحدة، كل الزعامات الفلسطينية من أمين الحسيني وإلى المرحوم عرفات والمرحوم الحسيني، كل الزعامات الفلسطينية كانت على علم كامل بالاتفاقيات وبالهذا. أنا أذكر وزير خارجية أمريكي قال كنت أتمنى بعد ما خلص فترته كنت أتمنى أن يذكر لي أي زعيم عربي في بداية حديثه معي القضية الفلسطينية. لم تذكر القضية الفلسطينية على طول هذا، كل ما تشدقوا فيه كان لمصالح
مصالحهم الشخصية. طب لماذا يغضب الفلسطيني العرب؟ لماذا يغضب الفلسطيني الآن حين ما يتحدث الإسرائيلي عن تطبيع العلاقة؟ ما يغضب الفلسطيني هي الوقاحة. ما يغضب الفلسطيني اليوم هي الوقاحة. وقاحة مين؟ وقاحة من يتشدقون بهذه العلاقات اللي هم بيعرفوا إنه كمان قتلوا وكمان ورثوا. يعني قتل وورث. يعني هم قتلوا القضية الفلسطينية. قتلوا. أنا قلت مين؟ أنا أشخاص مين؟ أشخاص كل الزعامة العربية بلا آل سعود. آل سعود. آل التميم. وآل تميم. وآل زايد. كل آل زايد. لا أستثني. اسمح لي. ما هو لو أنه في آل لحالها. بس إحنا عنا. والملك الأردني. إحنا عنا اسمح لي. إحنا عنا القوميين العرب. واحنا عندنا الملوك والزعماء واحنا عندنا الحمد لله رب العالمين من والطوارئ احنا عندنا من كله فالقذافي ولا الاسد ولا اللي بدك اياه كل واحد قلت لك اخذ دوره في القضيه الفلسطينيه ودير بالك ولا مره اذا بترجع لاغتيال الزعامات الفلسطينيين الحقيقيين عمين على يد مين اغتيله على يد زعماء العرب يعني القذافي قديش قتل في الزعماء الفلسطينيين في القاده الفلسطينيين طب لماذا تتحدث اسرائيل يا دكتور ايدي وكان الامر يعني جديد التطبيع وخروج هذه الزيارات للعلن أنا هو وزير سابق يعني يحكي اللي بده لكن هذا صحيح أنا قلت قبل ما صرحه الوزير الدول الخليج أنا بقول لك إياها وأقول لك يعني بكل صراحة وبكل قوة الدول الخليجية والحكام العرب أنا ما بحكي عن الشعوب هو أنا موافق معه الشعوب بدها فلسطين وبدها تحرر الأقصى خليهم يحلبوا ما في مشكلة هذا هو هذا الشعوب خليها كلها بالوجدان أنا ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة في حصة الشعوب وأنتم ابقوا في حصة الزعماء وسنرى كما ذهب بعض الزعماء ستذهبون أنتم مع ما تبقى من أي الزعماء أي زعيم عربي القذافي وين راح في مزبلة التاريخ شوف حفتر أحسن منه في مزبلة التاريخ راح مرسي شوف السيسي أحسن منه وين راحوا راح كل جماعة كل جماعتكم وين راحوا كلهم على مزبلة التاريخ كلهم على مزبلة التاريخ ما في تغيير وأنا بقول إنه أنتم إحنا في المحل الصح مع الشعوب العربية وأنتوا في محلكم الصح اللي لازم تكون فيه مع مثل الطواغيت اللي أنت وصفتهم لأنه هم طواغيت أفراد هم طواغيت أفراد وأنتم طواغيت حكومات هم طواغيت أفراد وأنتم حكومة طاغوت فهذا الفرق فأنتم في الفرزدق الصح أستاذ إيه دكتور إيدي أنتم في المحل الصحيح صدقا إسرائيل تعمل مصلحتها وعندها علاقات مع يعني بدي اقول لك يا مع كل الدول العربيه حتى مع الاسد حتى مع الجزائر اقول لك شغله واحده سالك الدكتور سؤال استاذ مهند سالك سؤال ليش اليوم بتحكوا عن هاي العلاقات اقول لك ليش نوع من الافلاس السياسي اليوم اصبح السيد نتنياهو الزعيم السيد نتنياهو اصبح زعيم 23 في 22 زعيم عربي وفي 23 نتنياهو لا سمح اليوم طيب لحظه اليوم لم يبقى الا الحديث اسمح لي واسمح لي خلينا نقول لك شغله شوف مين الحاشيه تبعته انت شوف مين الحاشيه تبعته من الوزير من الريقف لا ام سالم لا استاذ ايوب قرة لا الاستاذ ايوب قرة هذه هي الحاشية هذا هم يتحدثون عنه شيء اسمح لي يعني أنا أستغرب على دولة تدعي بالديمقراطية وتتشدق بالحريات وتتشدق مش عارف وين أنا أستغرب وتدعي بقيام علاقات سرية خسيسة شايفين مع طواغيت هم ينعتوهم طواغيت انت فاهم وين هم ينعتوهم طواغيت انا مش من الحكومه دكتور ايدي يعني كان مقدم ضد لوائح اتهام الان وكل ما يدور بالحديث عن تطبيع اساسه نتنياهو ماذا ان رحل نتنياهو عن سده الحكومه نتنياهو فتح علاقات غير مسبوقه مع الدول العربيه وهذا يعني شيء اكيد وشفناه مع سلطان قابوس السنه الماضيه خلينا نحكي يا رجل انت نسيت زياره الملك حسين في 67 في 73 نسيت زيارة الملك حسين لجولدا مائير شو فتح نتنياهو يا زلمه شو فتحت القدس انت شو فتح ولا فتحتوا ليش يا زلمه هذه العلاقات على الاخص مع الدول الخليجيه نتنياهو عنده علاقاته مع ترامب هي التي مهدت خلينا نقول الصراحة لفتح العلاقات مع دول الخليج لا ما دعا لما يبارده هلأ شوف لكن هناك خطوط حمر
أمريكا لا تبيع أسلحة لدولة مشتبه فيها تدعم الإرهاب أو لتركيا جرائم حرب. ما هي مستعدة تعطيها لتركيا؟ تعيد تعطيها لتركيا؟ مصر ما أعطيها لمصر. تركيا لا أعلم ماذا تعيدها، بتعيد تعطيها لتركيا؟ حتى تركيا لم تأخذ رحلهم يترجاهم خذوها. وقال وطلع ترامب وصرح سنعطي الأتراك F-35 بعد ما أخذوا لسه 400. يا أخي هذا على ناسه من القوة. إنساك أتمنى إنه الزعماء العرب والمستشارين الزعماء العرب أن يأخذوا من هذا الموضوع عبرة ودرس. العالم هذه العالم اليوم لا يفهم إلا لغة القوة. شو معك أوراق تلعب فيها؟ عندما تركيا توجهت مع إنه كانت على وشك حرب مع روسيا بعد إسقاط الطائرة الروسية في سوريا، الأردوغان سوى عملية التفاف وذهب إلى روسيا وجلس مع روسيا وأخذ استورد منهم الإس 400. أجل الأمريكان على الأربعة. تركيا لا تملك من المقومات ما تملك بعض دول الخليج. لا تملك يا أخي مساحة السعودية. هل تعلم مساحة السعودية تملك قد أوروبا الغربية كلها؟ ما فائدة أن نتحدث عن اتفاقات أمنية دون أن تخرج إلى العلن، واتفاقات لا يوجد بينها اتفاق سلام حتى حقيقي؟ هذا شوف، الحكام العرب أصل الشجاعة إنه يفتحوا ويطبعوا. بدك إذا بتفتح هلأ سفارة بأبو ظبي يمكن بعد شهرين توصلهم للأف 35. أنا بدي أسألك سؤال. الأف 35 يمكن توصلهم إذا أستاذ مهند، فتحوا سفارة إسرائيلية في أبو ظبي. أستاذ مهند، عندما تكون عشيقة ضعيفة كويس صح، هي أحسن عشيقة في الدنيا إذا لم تفرض عليك أن تظهر زواجك منها كويس، فمش مشكلة. فما دامت إسرائيل تقبل أن تكون العشيقة اللي يأتوها في خفافيش الليل، يأتوها سرقة وهي قبلانة في هذا الشيء، فخليهم. هم مش مطلوب منهم إنه إظهار هذا الزواج. هذا الزواج هو زواج مخزي وباطل. طب شو خصك انت شو خصك وباطل؟ هذا زواج يعني مخزي وباطل يستحوا به العرب. صهاينة مع بعض يستحوا العرب، يستحوا به العرب. ولكن الأسف على دولة إسرائيل اللي تتشدق بالديمقراطية. ولكن نأمل أن يبقى السيد نتنياهو أخرى فترتين انتخابيات كاملات حتى نقرأ الآية الفاتحة. كيف ترد حتى نقرأ سورة الفاتحة على هذه الديمقراطية الكذابة الزائفة؟ بنروح ونفديك نتنياهو. افدوه، هو ولي الأمر. أنا مستعد يظل، أنا بدي يظل. هو أحسن شخصية أن يبقى لدولة إسرائيل. نتنياهو مسبب عقدة للكثير من الفلسطينيين وبالأخص للأخ أحمد. نتنياهو صحيح في عنده لاهت اتهام، لكن هناك قانون لم يتم يعني إدانته من قبل محكمة. كل واحد بيطلعوا بيحكي نتنياهو أول دكتاتور بدولة إسرائيل. نأمل أن يبقى هذا الدكتاتور. هو 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 تتمة للدكتاتوريات العربية. هو تعلم من دول الخليج كيف أن تكون دكتاتورية. محمود عباس هو واحة الديمقراطية. لا محمود، لا حركة حماس. قبل كيف حماس؟ قبل كنت أقبل منك هذا الانتقاد. محمود عباس ال 12 سنة وعقبته 10 سنين. كل سنة من غير رئيس وزراء منتخب. لا كل سنة من غير رئيس وزراء منتخب. غلطة. عندك انتخابات. ثاني من غير رئيس وزراء مختار. زمان كنت تعيرنا في هذا الشيء، اليوم مثلك حبيبي. اليوم انت ثاني مع رئيس حكومي غير منتخب وراح تبقى اخرى ثاني. واحنا عندنا واحنا حلينا البرلمان وحكومه تصريف اعمال. في عندك حكومه تصريف اعمال، ما فيك قديش حسب القانون قديش ما في لحتى يتم تشكيل انت ان شاء الله اي انتخابات الرابعه الخامسه ربنا كريم ربنا كريم. هذه هي الديمقراطيه. انت اليوم بطلتوا تعيرونا في هذا الاشي. اليوم مثلك استاذ دكتور ايدي، مثلك اليوم اليوم ماذا تقول للاسرائيلي الذي ينتقد علاقات نتنياهو مع الدول العربيه واسرائيل؟ إيش؟ هناك من يقول بان هذه العلاقات مع طواغيت. يوجد اصوات في اسرائيل تقولها. نحن شوف، العلاقات مع الطواغيت العرب، وانا بقول الطواغيت العرب، ليست بهدف قتل العرب اما قتل المعارضين. في كثير سالوا طلبوا من اسرائيل ان يعني تلاحق معارضين من دوله ما بدي اقول اسميها. نتنياهو لا 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 يقبل بذلك. التعامل هو تعامل قرأت الخبر، قرأت الخبر امبارح. اول دوله ديمقراطيه تطرد إسرائيل. سمعت انت؟ قرأت الخبر؟ اول دوله ديمقراطيه في العالم تطرد
ممثل المؤسسه منظمه حقوقيه هيومن رايتس ووتش. هذه قلت لك كانت مره كانت وكنا نغار منها دولة إسرائيل الديمقراطية. الديمقراطية تدافع عن اليوم نفسها. اليوم لا لا لا. اليوم أصبحنا كلنا في الهوى سوا. استنى إحنا أقل من 10 سنوات. الديمقراطية تدافع عن نفسها. بتكون مملكة إسرائيل قائمة. شايف وين برئاسة أو بمملكة تحت الملك نتنياهو وسركون الرياك في الهواء سوا يا أستاذ الدكتور إيدي. سيد أحمد العملة المحلل السياسي الفلسطيني شكرا جزيلا لك وشكرا وصولك دكتور إيدي كوهن باحث والمحلل السياسي الإسرائيلي. مشاهدي الكرام بهذا وصلنا إلى ختام هذه المناظرة اليومية. نشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء.